مستشفى نيو رويال، أحدث صرح طبي متكامل في القاهرة، نقلة نوعية في عالم الطب، نخبة متميزة من أمهر الأطباء، الكشف والعلاج بأحدث التقنيات والأجهزة المتطورة لجميع التخصصات، أسعار تناسب كل المستويات، 24 ساعة خدمات طبية متكاملة، غرف فندقية متميزة وبأسعار في متناول الجميع، إحدى مشروعات شركة الماسة للخدمات الطبية وإدارة المستشفيات. نيو رويال، اسم له بريق. بنتكلم في جزئية مهمة عن تأخر الحمل، والزوج مسؤول عن حوالي 30% من تأخر الحمل. بقدر أتواصل أو أتعرف إن الزوج هو المشكلة عن طريق تحليل السائل المنوي. تحليل السائل المنوي بنطلبه تقريبا في كل الحالات، مش شرط مع بداية الجواز، ممكن يكون حتى قبل الجواز، مش فارقة كتير، لأن حسب التحليل ممكن يتوقف عليه مشاكل اجتماعية كتيرة، ممكن يتوقف عليه ارتباط أو عدم ارتباط. فبالتالي التحليل مش مجهد بالنسبة لنا، مش مكلف بالنسبة لنا، باخد بيه قرار، بس بحب أوصي بيه إن احنا يتعمل في مكان يكون فيه شغل حقن مجهرية وأطفال أنابيب، لأن الجزئية دي بتاعت المعمل، الناس بتوع المعمل بتوع الحقن المجهري عارفين، بيدوروا عليه بشكل أكثر دقة، بيطبقوا اللي هي القواعد بتاعت WHO، اللي هي في حطها كده بعض الايتيمز بنعتمد عليها بشغلنا، منها العدد، منها الحركة، منها التشوهات. دول ثلاثة بارامترز مهمين جدا بحاول ادور عليهم، هل هم دول مطابقين للاعداد الطبيعية ولا هم بره الرينج بتاع العدد الطبيعي. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا هنعيشها صح، ومعانا دكتور فهمي أحمد رمضان، استشاري النساء والتوليد والمناظير والحقن المجهري. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك؟ عامل الله يخليك. الحمد لله. إحنا كنا عايزين نعرف من حضرتك، السيدات اللي بتأخروا في الحمل إزاي يحتفظوا بالخصوبة؟ طبعا الفترة الأخيرة بدأت ارتفاع سن الزواج لسبب أو لآخر، وبدأنا ان احنا نخش، يعني كان الاول السن بدري بالنسبة لأي أنسة أو أي سيدة على العشرينات، تلاتينات وقبل التلاتينات، بدأنا ان احنا نخش 30 ونرفع 30 35 ونخش على 40 أحيانا. فبدأنا ان احنا ان احنا ازاي الست عند الأربعينات هتبدأ طبوضها هيهدى خالص وهيبدا يقل، ممكن يجي لها عدالها، يعني كل ما السن يعلى التبويض بيقل، فرصه الحمل عندنا بتقل. فبالتالي فرصه الحمل بتبقى اقل كل ما السن بيتقدم. طبعا ممكن لظروف اجتماعيه، ممكن لظروف طبيه احيانا، يعني اجتماعيه مثلا اتاخر جوازها وهتخش قرب الاربعينات او فوق او فوق ال 35 برضه هيبدا نسبه الحمل هيبدا يبقى نسبه الحمل بتقل معانا، بنبدا نفكر ان احنا ازاي نحتفظ بالخصوبه بتاعتها. دي كناحيه اجتماعيه، ممكن كناحيه طبيه لا قدر الله حصل لها اي مشكله، هتتعرض لعلاج كيماوي او علاج اشعاعي هيأثر على المبيض، اورام برضه بتاثر مع الاورام، فبرضه هتبدا فبالتالي من هنا ممكن ان احنا نعمل تنشيط للمبيض ونبدا نسحب بويضات ونبدا نجمد بويضات. ده الاتجاه للسيد الفتره ده اللي الاحتفاظ بالخصوبه، ان احنا بنسحب بويضات بتاعتها بنتعامل معاها كانها حاله حقن مجهري، يعني هي حتى لو انسه
فبنبدأ نعمل تنشيط للمبيض ويبدأ سحب البويضات. العادي هيبقى عن طريق المهبل لو هي متزوجة أو سبق لها الزواج. لو أنسة ممكن بنخش عن طريق الشرج برضو بنفس البروب بتاع السونار ونبدأ يعني نسحب. ممكن أنسة تعمل حفظ البويضات من غير ما تتجوز؟ ممكن وملناش علاقة خالص بالغشاء البقارة والمهبل والقصة دي. بنبدأ نخش عن طريق الشرج بيتحضر بشكل معين وبنسحب البويضات وتبدأ تتجمد عادي بالطرق العادية بتاعتنا زي الحقن المجهري العادي. تمام. ده بالنسبة لل احنا قلنا ممكن كناحية اجتماعية وتأخر جوازها وهتخش على الأربعين وهيبدأ يحصل دروب في موضوع التبويض. بنبدأ نحتفظ بالبويضات وبعد كده لما ربنا يكرمها في زوج بنبدأ احنا ناخد السائل المنوي بتاعه وبنبدأ ان احنا نحضر بطانة الرحم او الرحم نفسه يتحضر ان هو يستقبل جنين بعد كده بحيث ممكن ننقلها اجنة بعد الجواز. بعد الجواز ننقل اجنة وهي ظروفها الطبية كتبويض فيها بقت محدودة انما احنا تغلبنا على الجزئية دي ان احنا نبدأ نعمل تجميد بويضات وبعدين لما في وجود زوج بنبدأ ان احنا نعمل اخصاب للبويضة ونقل البويضة للرحم. ده حقن مجهري كده؟ ده كده حملناش سكة تانية، دي حقن مجهري. ده حقن مجهري. فده الاحتفاظ بالخصوبة بالنسبة للسيدة. احيانا في بنات صغيرين ويبدأ ان احنا يتعرضوا لمشاكل أورام لا قدر الله وعلاج إشعاعي وعلاج كيماوي ده هيدمر المبيض، فبرضه ممكن تدخل جراحي عن طريق ان احنا بناخد جزء من المبيض ونحتفظ بالأنسجة بالكامل خارج الجسم وبعد ما تخلص قصتها خالص والامور تتحسن ممكن نرجع الجزء اللي هو اللي اتاخد منها يرجع تاني مكانه ويبدا يعني ياخد دوره عادي في التنشيط وفي الاخصاب عادي خالص. طيب لحد كام سنه ممكن البنت او السيده تحتفظ يعني لحد كام سنه؟ سنين مفتوحه سنين مفتوحه يعني احنا عند الاربعينات بتبدا الدنيا تهدى شويه ممكن سنه واثنين وثلاثه وخمسه وعشره مش فارقه يعني ممكن 50 سنة ممكن تعمل خمسين سنة بويضة. وأكتر من 50 سنة ملهاش سن معين هو بس يعني حتى لسه حالة كانت في الهند قريب سن حاجة و70 تقريبا كان في حالتين مسجلين عندهم حاجة و70 سنة وبرضو بمساعدة بتنشيط الرحم أو باستعادة هرمونياته العادية أو تجهيزه بمعنى أصح بنبدأ في حالة أو حالتين سجلوا في الهند قريب. طيب كنا عايزين نعرف برضو من حضرتك العملية بتتم إزاي بالظبط؟ يعني تفاصيلها كده عشان احنا 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 تستخدم. احنا برضو بنتعامل معها كأنها حالة حقن مجهري عادية يعني بتخضع للتنشيط بالحقن ممكن بنعمل دبل ستيميليشنز او بنعمل تنشيط مضاعف بالنسبه للمبيض بننشط في خلال شهر بننشط مرتين يعني ممكن الجزء الاول من الدوره بعمل تنشيط وبدي حقن معينه بحيث البويضات ما تخرجش واخش اسحب في المعمل والمعمل يجمد. النص التاني من الدوره بمشي بنفس النمط بادويه معينه بحيث يبقى اخد اكبر عدد من البويضات في الشهر الواحد. طب بتتحط في درجه حراره معينه؟ بتتحط بقى في النيتروجين السائل بمواد كيماويه معينه ميديات معينه بحيث تحتفظ البويضه الى ما شاء الله. طب احتفاظها في المكان بدرجه الحراره دي مده قد ايه يعني؟ ما احنا قلنا سنه واثنين وثلاثه يعني زيها زي حفظ الاجنه العاديه زيها زي حفظ السائل المنوي. النيتروجين السائل بتوصل درجه حرارته حاجه و90 تحت الصفر وده متاح بالنسبه لمعامل الحقن المجهري. ده بالنسبه للسيده. الاحتفاظ بالخصوبه بالنسبه للزوج او بالنسبه للراجل احيانا بنلاقي تحليل سائل منوي حتى الشاب أرقام ضعيفة جدا وهتبدأ الأرقام دي تهدى واحدة واحدة فبالتالي وارد قوي إن احنا نعمل تجميد سائل منوي عينتين ثلاثة حسب ما احنا يعني شايفين يعني الاحتفاظ بالخصوبة للزوجة أو الشاب عموما أو الشاب يعني الشاب. هو لو هو لسه الراجل ما اتجوزش وبعدين عمل تحليل اطمئنان وبعدين لقينا السائل بتاعه عدده قليل قوي
فبنبدا ان احنا نحتفظ بناخد ناخد السائل المنوي ونجمده ويقعد سنه واثنين وثلاثه مفيش مشكله خالص ونستعمله برضو عند اللزوم. طب العمليه دي متهيألي صعبه شويه بالنسبه للبنات والشباب، يعني السيدات والرجاله هتبقى اسهل بالذات بالاخص البنات. بصي احنا برضو افرضي انا جالي شاب لسه متجوز وعنده عدد محدود وممكن قوي لما متابعه التحليل تلاقي العدد بيقل بعد كده، طب ما هو ده هيخش بعد كده يبقى زيرو، ممكن اخش على الخصم ما الاقيش، فهو ده نوع من النصح مش اكتر من كده. يعني ان احنا يعني عمليه مش صعبه؟ لا خالص، ده موضوع بسيط جدا ما فيهوش يعني اي مشكله. يعني ازاي عشان برضو ايه الناس تتطمن؟ السائل المنوي عادي، هو كانه بيحلل سائل منوي عادي مفيش مشكله معاه، يتاخد منه عينه معايا وتتحفظ في معمل، تتحفظ في المعمل بالنسبه لنا، فده امر طبيعي مفيش فيه مشكله. طيب وبالنسبه للبنات برضو هيبقوا خايفين وهما بيعملوا ده؟ يعني بصي البنت تبقى فاهمه ازاي. بص هو لسه الموضوع ما هوش منتشر بشكل واضح قوي، ده لسه في بداياته، ولكن هو برضه ناس يعتبر ناس كتير ما تعرفش عنه ما انتشرش وفي ناس ما سمعتش عنه اصلا. ممكن بس برضه قصدي ان هو بيبقى دي مسؤوليه دكتور النساء او مسؤوليه دكتور الاورام عموما، لو هي بتعمل حفظ بويضات نتيجه وجود مشاكل اورام او حاجه بيبقى مساله مشتركه بين طبيب الاورام او طبيب الكيماوي او طبيب الاشعاع بينه وبين دكتور النساء بالتنسيق مع بعضه. بينسقوا مع بعض يعني انت هتخش عمليات امتى، انت هتدي اشعاع امتى، في علاج كيماوي امتى، ابدا ان انا اديني فرصتي ان انا ابدا اساعد وابدا اعمل شغلي قبل انت ما تخش تشتغل. ان هو مجرد ما اتعرضت للقصه دي الكيماوي او الاشعاعي او حاجه بتبقى القصه يعني الميبة تقريبا متدمر يعني. طب ازاي نحضر الرحم مع وجود سائل الزوج؟ تحضير الرحم يعني افرضي مثلا ست سنها 40 سنه وبعدين عملنا تنشيط مبيض وخدنا البويضات واتجمدت وبعدين بعد سنه اتنين تلاته حصل لها جواز، المبيض مش هيساعدني، هطلع البويضات المجمده للشغل بيها مع السائل المنوي بتاع الزوج، يعني السائل المنوي الفريش او السائل المنوي اللي هو المجمد ممكن. معايا؟ فدي بطريقه عديده ده تكنيك معمل مفيش فيه مشكله، مفيش فيه اجهاد يعني. تمام. طيب نطلع فاصل ونرجع نكمل معاك. حاضر. العدد بالنسبه لنا بالنسبه لتحليل السائل المنوي بتاع الزوج العدد المفروض ان هو ما يقلش عن 15 مليون، طبعا كان زمان الرقم اكتر من كده كتير، انما حسب توصيه ال WHO ان هو 15 مليون واكتر تبقى الدنيا انسب، 15 مليون واقل تبقى الدنيا محتاجه مراجعه او محتاجه مساعده بالنسبه للزوج. العدد مهم بالنسبه لنا. التشوهات عندي رينج كبير قوي، لو لا قدر الله في تشوهات ولكن عندي 4% فقط من العدد بتاع السائل المنوي في خلال الطبيعي، يعني 4% طبيعي بعتمد على السائل المنوي دوت وبدي فرصه للزوج ان هو الامور تبقى مش وحشه، يعني ممكن يحصل منه حمل. اذا ال 15 مليون واكثر او 4% تشوهات، 4% اعداد طبيعيه ممكن او يحصل منها حامل، ولو 96% تشوهات مش فارقه بالنسبه لنا. موضوع الحركه برضو ان ال 40% حركه درجه من يعني جريد A، لو الحركه 40% برضو يبقى التحليل السائل دوت تحليل جيد اعتمد عليه ان ممكن يحصل حمل تلقائي في خلال فتره مش بعيده. طبعا الفتره اللي احنا بنحددها بتبقى حسب سن الزوجه وحسب سن الزوج، في فاكتور كتير بتخش في الموضوع، هل دي فتره وقت طويل او وقت قليل؟ وقت قليل كل ما يكون السن بتاع الزوجه اكبر وكل ما يكون الفرصه في الحمل اقل بنبدا ان احنا ما نديش فرصه او وقت طويل وبنبدا نحاول نشاهل بوقتنا بحيث يحصل حمل تلقائي في اقرب وقت ممكن.
ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا دكتور فهمي أحمد رمضان استشاري النساء والتواليد والمناظير والحقن المجاري. أهلا بحضرتك يا دكتور. كنا اتكلمنا قبل كده مع حضرتك على فشل الحقن المجاري مرتبط بالسن وحضرتك رديت علينا باستفاضة، فكنا عايزين نعرف من حضرتك نسبة نجاح الحقن المجاري قد إيه مع تقدم العمر؟ يعني النسب مختلفة حسب ظروف السيدة وحسب يعني سائل منوي ما هوش مهم قوي بالنسبة لنا، لأنه أصبح طريقة الحقن حتى لو عندي عدد حيوانات منوية قليلة أو عندي مشكلة في الحركة ده يعني بنتغلب عليه عن طريق الميكروسكوب اللي احنا بنستعمله في الحقن المجهري، فده مش مشكلة قوي بالنسبة لنا. إنما بالنسبة للسن بالنسبة للسيدة كل ما يكون السن أصغر كل ما تبقى الأمور أحسن بالنسبة لنا، يعني بنتكلم في العشرينات حوالي 40% وأكتر من كده أحيانا، في الثلاثينات النسبة بتقل شوية، في الأربعينات ممكن تقل لحد 10% تقريبا أو 5% كمان. فبالتالي لما يجي حد طالب يعمل حقن مجهري بندردش معاه، مقصود بالدردشة إن إحنا لينا نسب محددة عشان ما حدش يعني إيه يعني يبقى عشمان أكتر من اللازم. ممكن نعمل حقن مرة وربنا ما يوفقش، وارد قوي المرة اللي بعدها تبقى نسب أعلى. ولما بيحصل فشل بنحاول إن إحنا نعيد حساباتنا مرة تانية، يعني إيه المشكلة إيه المشاكل اللي مصاحبة إن ممكن تعمل لي فشل حقن مجهري. هي أسباب عدم نجاح الحقن المجهري؟ هي بنعمل سيرفي في الأول مع أي سيدة نعمل سيرفي، ولكن لو حصل فشل بنحاول نعيد حساباتنا مرة تانية. يعني بنفكر نشوف شكل الرحم، الرحم ده شكل ليه شكل كوميتراية وطالع منه أنبوبة يمين وشمال. بنشوف الأنابيب تاني نعيد حساباتنا تاني معاه، هل في أي انتفاخات في الأنابيب؟ معنى انتفاخ في الأنابيب معنى كده بيبقى يعني فيها سوائل، قد تكون السوائل دي ضارة أو تكون سامة، بالتالي بتخلي الوسط بتاع الرحم غير مناسب لاستقبال أجنة. ده بيسبب عدم نجاح يعني إن إحنا بنفكر تاني، هل ما نجحتش وارد في الأول خالص بنقول للزوج والزوجة إحنا لينا نسب قد كده، ولو الحالة وإحنا طبعا مع متابعة المعمل بنبقى عارفين الأجنة وجودتها متوقعين نسب نجاح أو عدم نجاح حسب برضو ظروف الجنين. إنما بنستعيد أو بنرجع تاني للتركيب التشريحي بتاع الجهاز التناسل الإنساوي نشوف هو إيه، طب كان في مشكلة ممكن نراجع أنابيب فيها انتفاخات أو حاجة، لو اكتشفنا أو شفنا أو رجعنا ولقينا إن في انتفاخ في الأنابيب بتبقى تشيلة مواد صليدية ممكن تأثر على انزراع الأجنة وعلى الخصوبة وعلى نجاح العملية، فبالتالي بنطلب إن احنا نفصل الأنبوبة دي عن الرحم خالص. تتفصل ممكن بمنظار عادي مفيش مشكلة تبقى نسبة نجاح أعلى بعد كده. برضو بنركز في تجويف الرحم، هل لو في اي تليفات موجوده في تجويف الرحم ممكن تعطل لي انزراع الاجنه، فبالتالي ممكن نخش منظار رحمي لو في زايده لحميه او حاجه ممكن تتشال. ممكن لو تليف داخل عضلات الرحم لو في حجم معين مسموح به او ما ياثرش، يعني في احجام تانية كبيره شويه داخل العضلات ممكن قوي نخش بشغل جراحة ان احنا نستخلص التليف ده بحيث يبقى عندي نسب نجاح اعلى. نهاية فقرتنا، انتظرونا في الحلقة القادمة.